عايزة أقول بس حاجة مش ناس كتير تعرفها، إن أنا وحبايبي أصدقاء طفولة، إن إحنا كنا جيران وإحنا أطفال، و ما كنتش أعرف إن حبايبي بيحب الغنى وقتها، بس أنا يمكن كان معروف عني إن أنا بنت محمد علي سليمان، ومعروف إن ممكن أكون بحب الغنى أو ليه علاقة بالموسيقى. بعدين فاتت سنين طويلة واتقابلنا عن طريق مدحور، كان حمائي في بداياته، وبعد كده يعني انا حضرت نجومين حمائي في بدايتها، تألقه وانطلاقه، وما كنتش برضو اعرف عنه وهو ملحن، لحد ما يعني ربنا اذنه واخدت من الحانه حاجه ما كانتش على بالي، ولا كنت اتوقع ان انا اغني من الحان نجم كبير زي محمد حمائي. مغني كان ممكن الحقيقه انه ياخد الاغنيه نفسه، لو كان اي امام انا حامل الاغنيه عايز اغنيها اكيد كنت هقول له من حقك، بس هو كان كريم جدا الحقيقه.